متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة، وصباح الخير لكل متابعينا الكرام، صباح الخير لكل متابعي قناة شوف تي في. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. الحمد لله. فصباح الخير خويا عصام، صباح الخير خويا عبد الحكيم، صباح الخير لكل متابعينا الكرام، صباح الخير لكل متابعي قناة شوف تي في. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينة بن سليمان. في نظركم شنو هي الأسباب الحقيقية للخيانة الزوجية متابعينا الكرام؟ صباح الخير شي حليمة، صباح الخير خويا عبد المنعم التازي، صباح الخير لكل متابعينا الكرام. متابعينا الكرام، شنو هي في نظركم الأسباب الحقيقية ديال الخيانة الزوجية متابعينا الكرام؟ شنو هي الأسباب الحقيقية للخيانة الزوجية متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في؟ فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. شنو هي الأسباب الحقيقية ديال الخيانة الزوجية متابعينا الكرام؟ فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين. إبراهيم خويا، إبراهيم الصحراء المغربية، تحية لك خويا إبراهيم وتحية لكل متابعينا الكرام. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. شنو هي الأسباب الحقيقية ديال الخيانة الزوجية متابعينا الكرام؟ لا من طرف الزوج أو الزوجة. شنو هي الأسباب الحقيقية ديال الخيانة؟ فاطمة الزهراء، صباح الخير عليك أختي، صباح النور. إبراهيم خويا، صباح النور، صباح الخير عليك. حميد، تحياتي ليك خويا، الله ينورك. خالد خويا بيرغامو، أستاذ مؤسس في المغرب، نعم خويا خالد بيرغامو، تحية ليك وصباح الخير عليك. وصباح الخير لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناة شوف تي في. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. سعيد، صباح الخير خويا، أحلى خويا خالد نشاط، أغلى تحية لك أخي من مدينة فقيه بن صالح، تحية ليك خويا. غزلان، صباح الخير، صباح النور اختي غزلان. خالد، يا ربي لطف بينا، يا ربي امشي، كنتمنى يا ربي لطف بينا ان شاء الله وكل شيء يرجع كيف ما كان من الاول يا ربي. فتحيه لكم كاملين متابعينا الكرام، وكنتمنى انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده يا ربي. احلى 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 خويا رضوان، صباح النور خويا، صباح الخير عليك احلى خويا رضوان، صباح الخير خويا خالد اختي ليلى، صباح الخير لكل متابعينا الكرام، الكل اللي كيراسلوا معنا في هذا البث المباشر، الكل اللي كيناقشوا معنا هذا الموضوع. نقول لكم صباح الخير عليكم كاملين، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي من مدينة بن سليمان متابعينا الكرام. فكنتمنى انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. مستر حسن، صباح الخير لمياء، خربوش لمياء، صباح الخير عليك. حمزة السلام، تحية ليك خويا حمزة. سيمو، صباح الخير من إيطاليا، تحية ليك. خالد، صباح الخير كذلك خويا خالد. سليم أدم، صباح صباحكم سعيد، صباح الخير والسعادة والنشاط والبركة، اللهم في هذا الصباح حقق أماني جميع، يا رب اغفر وفرج على كل المؤمنين والمؤمنات يا ربي أمين. خويا سليم تحية ليك، وتحية لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناة شوف تي في. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فصباح الخير خويا سليم، أختي خويا خالد، سيمو، حمزة، حسن، لمياء، محمد، كل متابعينا الأوفياء، نقول لكم صباح الخير عليكم كاملين واحد بواحد، كله بالاسم ديالو متابعينا الكرام. سيمو، صباح الخير والأفراح لجميع المغاربة يا ربي أمين. ماريا، تحية لأحلى ماريا، صباح الخير من الدار البيضاء، تحية لك أختي ماريا وتحية لكل متابعينا الكرام. حميد، صباح الخير، قلة الاهتمام بالآخر، نعم، فقلة الاهتمام من طرف الزوج أو الزوجة كيؤدي الخيانة الزوجية، نعم صحيح.
بغينا شنو هي الاسم الحقيقي ديال الخيانه الزوجيه متابعينا الكرام، شنو هي الاسم الحقيقي ديال الخيانه الزوجيه، ما هي الاسم الحقيقي وراء الخيانه الزوجيه؟ سعيد ازار صباح الورد والياسمين، تحيه لك خويا سعيد معلم السياقه القنيطره، صباح الخير احلى معلم سياقه دريسية درواس، صباح الخير من ايطاليا، تحيه ليك وتحيه لكل متابعينا الكرام، فكنتمناو انكم تكونوا كاملين بالف خير وكاملين بصحه جيده. شنو هي الاسباب الحقيقيه وراء الخيانه الزوجيه متابعينا الكرام؟ شنو هي الاسباب الحقيقيه وراء الخيانه الزوجيه متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي؟ فكنتمناو انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده يا ربي. صباح صباح النور معد سعيده، نهاركم مبروك، الله يبارك فيك. شنو هي الاسباب الحقيقيه وراء الخيانه الزوجيه؟ كازا نيغرا صباح الخير اخي لوراء، صباح خويا عصام تحيه ليك، تحيه لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناه شوف تيفي، كنتمناو انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده يا ربي. فتحيه لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناه شوف تيفي، فكنتمناو انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده يا ربي. نجيم صباح الخير ورد الياسمين، تحيه ليك خويا رجاء، تحياتي اخي الله ينورك. عبد العظيم انعدام الضمير ابتعاد عن القيم الدينيه هي سبب الخيانه، نعم صحيح. محمد صابر تحيه ليك، قلة الايمان بالله والبعد عن الله، نعم خويا خالد تحيه ليك. سعيده سعيد ماروك صباح الخير. كريمه بونجور جو سوي دو باري، بون جورني بيزو تو الموند، ميرسي بوكو. الياس صباح الخير خويا عالي، صباح النور عليكم. كازا نيغرا صباح الخير. عبد الرحمن صباح الخير من اكد الزاكورة، هادي مخلق يا ربي امين. كمار سلام صباح الخير اخي، مرحبا تحياتي الله ينورك خويا. سفيان احلى سفيان، سلام خويا سفيان تحية ليك. عيش مبارك صباح التيسير وبلا تعسير يا ربي امين. فمتابعينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، كنتمناو انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده يا ربي. تحية طيبة لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناة شوف تيفي، كنتمناو أنكم تكونوا كاملين ألف خير وبصحة جيدة يا ربي. رشيد خويا صباح النور، كذلك شنو الموضوع اللي نتناقشوا فيه؟ موضوع خويا كازا نيغرا هو شنو هو السبب الرئيسي وراء الخيانه الزوجيه متابعينا الكرام؟ شنو هو سبب الخيانه الزوجيه متابعينا الكرام؟ الموضوع ديالنا. صباح الخير سعيد خويا، السبب الحقيقي هي نقص المعامله من كلا الطرفين في الخيانه الزوجيه. جاد صباح الخير القنيطره، تحيه ليك خويا جاد. رضا السلام، ناديه صباح النور. سفيان فين هاد المدينه؟ بن سليمان خويا، بيت بن سليمان. سعيد صباح الخير الله معاك الله ينورك خويا. فاطمه صباح النور. سيدي مروان صباح الخير، صباح الخير خويا عماد. سفيان سلام جو سوي رشيد دو فرانس سي بيان بن سليمان، نعم خويا سفيان مرحبا.
خويا كازا نيغرا من طرف طرفين زوج، شنو كيأدي بالخير الزوجيه من طرف الزوج او الزوجه؟ كنشوفوا ان الزوجه كتخون الزوج او الزوج كيخون الزوجه، شنو هو الاسباب الحقيقيه متابعينا الكرام وراء الخيانه الزوجيه؟ واش قله الاهتمام او بزاف المشاكل؟ بصفة عامة خويا كازانيغرا، نعم محمد سعيد صباح النور، فاطمة أحلى صباح إلى ناس بن سليمان تحية ليك، أميرة ببناتي سبب زينة وقل الدين العقل، نعم محمد الله ينورك تحية ليك خويا محمد، سعيد كازا صباح الخير، زهرتي الحياة صباح الخير عليكم، كل المغاربية من سويسرا تحية ليك. أميرة بناتي راك في مريم حنا دارنا، نعم صحيح أنا في الشارع الرئيسي للمدينة، هذا هو الشارع الرئيسي للمدينة. سعيدي صباح الخير خويا حميد بشار، صباح الورد والياسمين خويا، كاين الشلة كاين الضبابة، فالسلام لكل متابعينا الكرام، السلام لكل متابعي قناة شوف تيفي. كنتمنى انكم تكونوا كاملين الف خير وبصحه جيده. امينه سلام صباح الخير تحيه ليك، تحيه ليك من تولوز فرنسا تحيه ليك. كاين اسباب كثيره اخويا لا من طرف الرجل ولا المراه، نعم خويا. صافي احمد صباح الخير، خالد خويا سلام تحيه ليك، عبد الله صباح الخير تحيه الناس من سليمان تحيه ليك خويا عبد الله، صباح النور الجو هائل بالمغرب، نعم صحيح زياد، محمد سلام، ابتسام مساء النور مساء الخير اختي ابتسام، اسد المغوار بلغ سلامي الاجنبي بالسليمان حبيبي مرحبا بك خويا بالله الله يسلمك، محمد صفوان صباح الخير، نجيم مسعودي اتمنى لك النجاح والتوفيق في مدينه بركان احييكم، تحية طيبة الابطال شوف طيبة شكرا لك، صباح النور من ايطاليا فاتحة اختي. صافي احمد يسعد الصباح يا ربي امين، محمد خويا تحيه ليك، الرجال مابقاو كيحاربوا حتى حاجه، نعم صحيح. ايت حسين صباح الخير تحياتي، اسامه صباح النور خويا تحيه ليك، كازا نيغرا اول حاجه هي الثقه ما كايناش بيناتهم، كل واحد شاك في الاخر، نعم يعني انعدام الثقه بين الطرفين. فاطمه صباح النور، اسماعيل بعد الدين نعم صحيح، محمد سلام، بوشعيب بحراوي صباح الخير من ايت من لور تحيه ليك، ابتسام اسعد الله صباحكم، بنت بسليمان مدينه صغيره تحيه ليك مرحبا، من اعالي من طنجه قله الاهتمام، نعم فقله الاهتمام بين الطرفين كتأدي لك شي محمد تحيه ليك، كاين الشتا والبرد عندكم، نعم زهرتي حياه جوغي ميرسي شوف تيفي فوزيت او طوب، ميرسي بوكو سفيان تحيه ليك، حمزه صباح الخير خويا صباح النور، حفيد صباح الخير عليكم من باب برد تحيه ليك خويا حفيد، عبدو ولد فضيله صباح النور من تالودانت تحيه ليك وتحيه كل اهل سوس، فمرحبا بكم متابعينا الكرام معنا في هذا البث المباشر من شوارع مدينه بن سليمان، موضوع الخيانه الزوجيه، يعني متابعينا الكرام شنو هي اسباب الخيانه الزوجيه بين الطرفين لا من طرف الزوج او الزوجه متابعينا الكرام، اذا فصباح الخير الكل متابعينا الكرام، صباح الخير الكل متابعي قناه شوف تيفي، كنقول لكم صباح الخير عليكم كاملين واحد بواحد، كله في المدينه ديالو كله في المكان ديالو متابعينا الكرام، كنتمنى انكم تكونوا كاملين الف خير وبصحه جيده. محمد سعيد خويا ما بقاوش الناس يعرفوا الحلال والحرام، نعم صحيح تحياتي ليك، عبد القادر اونضام السلام عليكم تحياتي اخي الكريم، شكرا لكم، الزواج موده ورحمه بين الزوجين، نعم صحيح تحيه ليك، محمد صباح الخير خويا، عبد الطيف تحياتي ليك، السلام خويا سعد الصباح الابتعاد عن الدين الاسلام، نعم صحيح كذلك كل ما ابتعدنا عن الدين الاسلامي كله كنشوفوا شي حوايج ماشي هما هذوك. امي حنونه سلام خويا سعد الله صباح، نعم صحيح. سمار صباح الخير توفيق محمد، محمد منير تحيه كبيره لصحاب شوف تيفي، شكرا لك خويا توفيق.
حمزه الوقت ما كيترحمش. نعم صحيح. انوار صباح الخير من تاونات، تحيه لك خويا انوار وتحيه لكل الناس تاونات متابعينا الكرام. مصطفى امارنيس صباح الخير من الحسيمه، تحيه لك. احمد صباح الخير احمد من هواره، خفيفات هواره من محبي المدينه، شكرا لك خويا وشكرا لكل متابعينا الكرام. سعيد صباح الخير عليك خويا. فاطمه الزهراء الصحافي صباح الخير من جديده، تحيه ليك وتحيه لكل الناس دكالة متابعينا الكرام، كل متابعينا الكرام من جل مناطق المغرب الحبيب ديالنا من المملكه المغربيه وذلك خير ارض الوطن، تحيه لكل المغاربه العالم. لطيفه اختي صباح الخير ليك وصباح الخير لكل متابعينا الكرام. صباح الجو الجميل، صباح الضباب من مدينه بن سليمان. فاتي فاتي صباح الخير صباح النور لطيفه سلمى، احلى صباح لاحلى لطيفه واحلى سلمى، شكرا ليك. تحياتي من غافساي، تحياتي ليك عزيز. صباح الخير من تازه، تحيه ليك تحيه لكل الناس تازه. فتيحة السلام الله ينورك عزيز خويا أموكار، تحية ليك. حميد أخي سبب الخيانة الزوجية يعود بالضبط للنساء وقلة الاهتمام بالأزواج والعكس صحيح. نعم تحيتي قناة شوف تيفي من تاونات، تحية ليك. حسن من الدار البيضاء تحية ليك صباح الخير. صباح الخير من واتزم مجيد، تحية ليك خويا. سلام صباح النور صباح الخير. مالك مداني صباح الخير خويا، نهارك مبروك الله يبارك فيك، تحيه لك. تحيه لكل متابعينا الكرام، كل متابعي قناه شوف تيفي، كنتمناو انكم تكونوا كاملين بالف خير وبصحه جيده يا ربي. اذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينه بن سليمان.